الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم تجريبية، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. اليوم جبت لكم تمرين خارج الكتاب المدرسي على إنشاء نقطة انطلاقا من مساواة شعاعية. إذا إليكم التمرين، إذا انتبهوا معي لأنه تمرين جد رائع، راح يعلم لكم الطريقة البسيطة يعني المهمة لكيفية إنشاء نقطة انطلاقا من مساواة شعاعية كما قلت. إذا انتبهوا معي، يقول التمرين ABC مثلث كيفي، أنشئ النقط N N P Q المعرفة بالعلاقة الشعاعية التالية أو المساواة الشعاعية التالية: AM شعاع AM يساوي نصف AB زائد AC، 2 AC زائد BN يساوي 3 BC. هذه العلاقة الأولى لتعيين M، العلاقة الثانية لتعيين النقطة N، العلاقة الثالثة لتعيين النقطة P، والعلاقة الثالثة لتعيين النقطة Q. إذا أولا وقبل كل شيء نطلب منكم فقط المحاولة، وتعودوا الفيديو السابق اللي شرحته عن كيفية إنشاء النقطة انطلاقا من مساواة شعاعية، ثم تولوا للحل النموذجي. إذا إليكم الحل النموذجي. نبدأ بإنشاء النقطة A. قبل ذلك لدينا المعطيات التالية ABC ترسموه مثلث كيفي. إذا كي قلت لكم ABC مثلث كيفي، معناتها أن النقطة A و B و C معروفتين، الثلاث نقاط يعني معطات. إذا نبدأ بالعلاقة الشعاعية الأولى AM يساوي نصف AB زائد AC، معناتها AB معروف و AC معروف. حنا قلنا الطريقة المثلى لإيجاد نقطة لازم يكون عندي شعاع واحد فقط يساوي، ويكون هذا الشعاع بدايته نقطة معلومة، هنا رانا فيها نفس الحالة، رانا في الأ معلومة، ونهايته تكون النقطة اللي نريد إنشاؤها، هذه هي الشروط. ثم وتكون مساواة بدلالة AB، أطوال AB وAC معروفة، يعني أو بمعنى آخر الأشعة AB وAC هي أشعة معروفة. إذا إليكم الحل. إذا نبدأ في تعيين AM. AM ماذا تساوي؟ تساوي نصف AB. إذا وش راح ندير؟ أولا راح أعين أين هو منتصف AB. إذا بالمسطرة فقط، إذا AB حيطيح لنا النصف تاعه هنا. إذا نصف AB هو، نوضحه لكم، هذا نصف AB، ثم زائد AC، AC يعني الشعاع هذا. إذا عندي الشعاع هذا اللي هو المنتصف لغاية النقطة هذه زائد AC. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن مجموع هذه الأشعة يعني الشعاع AC و AB و AC لهم نفس المبدأ. احنا عرفنا في الدرس ان الشعاعين كي يكون مجموع شعاعين لهم نفس المبدا راح نرسم متوازي الاضلاع. اذا ركزوا معايا، اذا اولا راح نعين موازي لاسي، اذا نرسمه كالتالي، نرسمه كالتالي هكذا انطلاقا من النقطه هذه، هذا هو موازي لاسي، ثم يعني راح ندير متوازي الاضلاع، ثم راح ندير موازي ل A، مثلا نسميها هنايا L، ندير موازي ل AL لشعاع AL. اذا راح ينطلق من C، اذا هكذا ثم نهبط حتى النقطه C، اذا ارسم موازي. اذا نقطه تقاطع هنايا، اذا هذه هي النقطه M. لماذا؟ لأن قلنا كي يكون عندي مجموع شعاعين لهم نفس المبدأ نرسم متوازي الأضلاع. إذا النقطة تاعي هي هذه AM، لاحظوا معايا AM، هذا هو الشعاع AM، الذي يساوي نصف AB
الذي يساوي نصف أبي زائد أس. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. ننتقل على بركة الله لإنشاء النقطة N المعرفة كما يلي. لاحظوا معايا، AC زائد BN تساوي 3 BC. في الحالة الأولى كانت AN تساوي، لازم أول حاجة راح نعينوها هنايا العلاقة الشعاعية، لازم نجبدو BN بدلالة AC و BC. لاحظوا معايا، إذا نستخرج BN، العلاقة BN ماذا تساوي؟ إذا ننقل، إذا تساوي 3 BC، ننقل زائد 2 AC للطرف الآخر، واش يولي لي؟ يولي لي ناقص 2 AC، ولكن كما قلت لكم فيما سبق أن الناقص هذا دائما نحولوه إلى زائد، وكيف ذلك؟ نعلم أن ناقص AC يساوي CA. إذا الشعاع المعاكس لناقص AC يساوي CA. نغير فقط باش نحو الناقص، نغير النهاية تولي بداية والبداية تولي نهاية. إذا نعوض ناقص AC بCA. إذا كتبت BN يساوي 3 BC زائد، عوض ما نكتب AC كتبت عفوا CA، 2 CA. ثم هنا أخيرا استخرجت العلاقة المطلوبة، استخرجت شعاع بدلالة N يعني نهايته هو N وبدايته نقطة معلومة، واستخرجته بدلالة الضلعين BC وCA. إذا الآن الإنشاء، انتبهوا إلى طريقة الإنشاء. إذا عندي BN تساوي 3 BC زائد 2 CA. إذا أولا نحسب 3 BC، أين هي 3 BC؟ BC هوليك شعاع BC، هذا هو شعاع BC، BC ثلاث مرات BC، BC هو 2 سنتيمتر، إذا راح نحسب ثلاث مرات، 3 في 2 6 سنتيمتر، إذا راح يجي لي هنا هذا الشعاع 3 BC، راح نعينو 3 BC. هذا الشعاع 3 BC زائد 2 CA، أين هو شعاع CA؟ 2 CA. إذا أولا نرسم 2 CA، إذا شعاع CA متجه إلى الأعلى هذا مرتين CA. لاحظوا معايا، هذا الشعاع له واحد اثنان ونصف، إذا راح نرسمه 5 سنتيمتر. لاحظوا معايا، 2.5 في 2 هي 5 سنتيمتر هكذا، أو نستعمل المدور، هذا هو 2 CA. إذا هذا هو الشعاع 2 CA، هذا 2 CA. ثم نضغط عليه باش يبان لكم على الصورة. إذا هذا هو 2 CA. إذا مجموع 3 BC زائد 2 CA ماذا يساوي؟ إذا لاحظوا معايا، إذا نتابع، إذا بعد ما نشأنا 2 CA واش راح ندير؟ راح أعين موازي ل 2 CA انطلاقا من نهاية 3 BC، موازي هكذا. ثم أين تقع النقطة N تاعي؟ تقع هنا ثاني موازي ل BC. لاحظوا معايا، إذا بعد ما رسمت موازي ل 2 CA راح ندي طول القطعة أو طول الشعاع 2 CA أعيده هنا. إذا ندير قوس نقطة التقاطع، هذه هي النقطة M. إذا النقطة M تاعي راح تكون هنا، عفوا النقطة N، هذه هي نقطة N. أين الشعاع BN؟ الشعاع BN هذا هو الشعاع BN. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. إذا هذه هي النقطة N، أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. الآن إذا نعود على بركة الله في إنشاء النقطة الثالثة وهي النقطة P. الآن P ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن P معرفة كالتالي، 2 PA ناقص 4 PB زائد PC زائد تساوي الشعاع المعدوم. هنا نلاحظ أن P معرفة
مرتين. اذا واش راح ندير؟ راح اثبت احداهم سواء بي ا او بي بي باش نلعلق نلعلق عفوا نلقى العلاقه بين بي ا و بي سي و ا سي، المهم تكون باضلاع معطات تاع المثلث. اذا نخلي ندير 2 بي ا، نخليها كما هي. الان واش راح ندير هنا؟ راح ادخل النقطه ا هنا بتطبيق علاقه شال. واش تخرج لي؟ ناقص 4. ندخل علاقه شال، انتبهوا معايا، تولي لي بي ا شعاع بي ا زائد ا بي. قلت لكم باللون الاخضر باش يتضح لكم الفكره. اذا هذه علاقه شال. زائد بي سي نخليها كما هي لان الشعاع بي سي شعاع معروف. انتبهوا، اذا 2 بي ا ناقص 4 بي ا ناقص 4 نشرط ا بي زائد بي سي تساوي الشعاع المعدوم. احاول ان اجد العلاقه بي ا بدلاله الاضلاع الاخرى تاع المثلث. اذا 2 بي ا ناقص 4 بي ا نولي ناقص 2 بي ا تساوي، نرد ناقص 4 ا بي للطرف الاخر تولي لي 4 ا بي ناقص بي سي. ولكن حنا حبينا العلاقه، قلت يكون المبدا احدى النقاط المعلومه ا او بي او سي. اذا حنا ننقل هذا الشعاع، نكتب له شعاع المعاكس له، واش يولي لي؟ يولي لي ا بي نحن ناقص ديت الشعاع المعاكس تساوي، راح نقسم على 2. اولا راح نكتب لكم بالتسلسل 2 ا بي بعد ما حولت بي ا الى ا بي تساوي 4 ا بي ناقص بي سي. نتابع، اذا ركزوا معايا. اذا وصلت 2 ا بي يساوي 4 ا بي ا بي ناقص بي سي، نحن ناقص، اذا يولي لي 2 ا بي ا بي عفوا يساوي لي 4 ا بي. الشعاع المعاكس لي بي سي هو سي بي، اذا يولي لي زائد سي بي. ثم نقسم على 2، لاحظوا معايا. اذا اخيرا ا بي والمطلوب ايجاده نقسم على 2، 4 تقسيم 2 2 ا بي زائد نصف سي بي. هذه العلاقه راح تسمح لي باش نعين النقطه بي، لان هناك علاقه شعاعيه واحده فقط تحقق الشرط الاول. الشرط الثاني النقطه اللي حبيت ننشاها هي نهايه الشعاع، ثم هي معرفه باضلاع المثلث. نتابع، ننشئ النقطه بي. اذا ا بي تساوي 2 ا بي، اذا اين هو الشعاع ا بي؟ هذا هو الشعاع ا بي، اذا مرتين ا بي. اذا ندير المدور تاعي على ا بي، لاحظوا معايا ا بي هكذا، ثم ندير مرتين ا بي، ندير قوس. اذا المنحه هو نفس المنحه، اذا النقطه تكون هنا 2 ا بي، هذه 2 ا بي، ثم زائد نصف سي بي. اين هو نصف سي بي؟ لاحظوا معايا سي بي، حاوليك الشعاع سي بي، سي بي نصف تاعو يجو في المنتصف هنا، اذا نصف سي بي. اذا راح ندير موازي لنصف سي بي، هذا نصف سي بي. اذا وين نديرو؟ نديرو مع هنا الشعاع هذا، اذا نصف سي بي. لاحظوا معايا، اذا لكي اعين نصف شعاع نصف سي بي واش راح ندير؟ راح ندير موازي لهذا الشعاع الى غايه، نبدا بالنقطه نهايه هنا 2 ا بي. اذا ندير منحه موازي، ثم واش راح ندير؟ راح ندير الطول نصف سي بي. اذا هاوليك نصف سي بي، نعاودو هنايا نصف سي بي باش نجي ندير مجموع الشعاعين. اذا ندير قوس، اذا نقطه التقاطع
هنا نقطة التقاطع، هذه هي النقطة. إذا أين هي AP؟ النقطة هذه تعين P، الشعاع AP هو هذا الشعاع. لاحظوا معايا، إذا AP هو هذا الشعاع. هذا هو شعاع AP. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. إذا وصلنا للإنشاء الأخير، وهو إنشاء النقطة Q بالعلاقة التالية: QA زائد QB زائد QC. نلاحظ أن Q معرفة بثلاث أشعاع. إحنا الشرط الأول تاعنا أن يكون Q معرف بالشعاع واحد فقط. إذا واش راح ندير؟ راح أثبت هنا QA، نخلي فقط QA، والأشعة الأخرى نكتبها بدلالة الأضلاع المثلث. إذا QA نخليه كما هو، زائد هنا باش ندخل الأضلاع ندخل نقطة A هنا شعاع QB. إذا تولي لي بلا بلا بعلاقة شال QA زائد AB زائد هنا أيضا QC، راح ندخل النقطة A. إذا يولي لي QA زائد AC تساوي الشعاع المعدوم. نتابع، إذا QA زائد QA زائد QA ماذا تساوي؟ 3 QA زائد AB زائد AC، AB زائد AC يساوي الشعاع المعدوم. إذا نستخرج QA، QA ماذا يساوي؟ 3 QA تساوي ناقص AB ناقص AC. ثم هنا واش راح ندير؟ إذا نقسم على 3، إذا QA يساوي ناقص 1/3 AB ناقص 1/3 AC. إذا ندير شعاع المعاكس، لأن قلنا بلي تعيين النقطة لازم تكون النهاية تاعو هي نقطة الإنشاء. إذا يولي لي AQ، هنا ندخل ناقص هنا لأن QA يساوي ناقص AQ، إذا يساوي ناقص، نضرب كل هذا في ناقص، ناقص 1/3 AB ناقص 1/3 AC. أتمنى أن يكون مفهوم. هنا نكتب لكم بين قوسين لماذا؟ لأن QA شعاع المعاكس تاعو هو ناقص AQ. ثم نتابع AQ تساوي ندخل ناقص، ننشر ناقص، تولي لي 1/3 AB زائد 1/3 AC، وبالتالي ممكن إنشاء النقطة Q. إذا ركزوا معي في طريقة الإنشاء. إذا رسمت ABC مثلث كيفي، إذا قسمت الضلع AB إلى ثلاث أجزاء وAC إلى ثلاث أجزاء. إذا خذيت 1/3 AB، إذا هذه هي الشعاع 1/3 AB، هذا هو الشعاع. ثم 1/3 AC، إذا هذا هو الشعاع 1/3 AC. إذا هنا لتعيين المجموع تاعهم أيضا راح ندير متوازي الأضلاع. إذا راح نرسم أولا موازي لهذا لغاية النقطة هذه، إذا ندير هكذا، ثم نرسم موازي للقطعة هذه 1/3 AB هكذا، ثم تقاطعهما راح تعين لي النقطة Q. النقطة Q اللي هي هذه النقطة. إذا أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. إذا مراجعة موفقة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.